ضمن منهاجها السنوي لإحياء مناسبات أئمة أهل البيت عليهم السلام وأحياء لذكراهم ومآثرهم العظيمة، نظمت العتبة العباسية المقدسة وبحضور جمع من الزائرين والمهنئين حفلا بهيجا بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الرضا وأخته السيدة معصومة عليهما السلام، إضافة إلى ممثلي مواكب كربلاء وهيئاتها. كعادتها الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة تقيم هذه الاحتفاليات لاستذكار هذه المناسبات بإقامة المحافل وتسليط الضوء عن شخصية المحتفى به، وكذلك إلقاء القصائد والنثر والشعر وغيرها من الأمور التي تحيي وتخلد هذه المناسبة، وإن شاء الله نوفق ويوفق الجميع في إحياء هذه الذكرى لنكون مصداقا لقول الإمام الصادق: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. الاحتفالية أقيمت في الساحة المجاورة لباب القبلة لمركز أبي الفضل العباس عليه السلام، وقد تضمنت فقرات متعددة منها إلقاء عدد من القصائد الشعرية والموشحات والأناشيد التي صدحت بها الحناجر وهي تسطر أبياتا شعرية بعبق هذه المناسبات ولترسم بأبياتها البهجة في نفوس الحاضرين.